مساءكم سعيد مستمعينا مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي حدوتة كشفية مباشرة في هذا البث المباشر الخاص بمن القنبر نابج من القنبر القلب رفقة عبد العزيز ودينا. سعداء جدا باللقاء بكم مجددا، أسبوع مر حافل بالأحداث والمستجدات، وكذلك مع ألماع نجوم قيادة الكشفية العربية الذين أتتوا فضاء هذه المنصة الخاصة. هذه تحية عبد العزيز العلوي الصوصي من المغرب، وبعد قليل سوف نربط الاتصال بالنحلة النشيطة ودينامو هذه الصفحة القائدة دينا السومة. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يمين أو يمين، نستقي من الردى ولن نكون للعباد كالعبيد كالعبيد، لا نريد لا نريد كلنا المعبدة وعيشنا المنكدة كلنا المعبدة وعيشنا المنكدة، لا أتمنى أن يكون الصوت مسموعا جدا، صوت الموسيقى وكذلك صوتي. إن كان الصوت مسموعا جيدا لا بأس أن يعني تخبرونا بذلك. تحية كذلك للقائد العوي من العراق، تحية للقائد حمزة الهضري، مساء سعيد. تحية للقائدة القائدة دينا السومة، منصور بن سالم، كل التوفيق سيدات، شكرا لك. النشيد الوطني العراقي موطني أكيد، فموطني هو موطن العراق من الخليج المحيط الموطن الوطن العربي، تحية لكم يلقدا في كل ربوع الوطن العربي العزيز. أكيد أن منصة حدوتة كشفية تعج بنجوم، أصبحوا نجوم الإعلام ونجوم الشاشة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكل التحية والتقدير للقائدة دينا رفيقتي في هذا البث المباشر الذي سوف نربط بها الاتصال بعد قليل من أجل استضافة مجموعة من القيادات الكشفية حتى يتسنى لنا اللقاء والتواصل معهم عبر هذه المنصة، منصة حدوتة كشفية. ودائما أترككم مع موطني دائما، هذا النشيد الذي يحيي كافة المشاعر العربية. تحية كذلك للقيادات التي التحقت بنا بعد أو قبل قليل، تحية للقائد بوشعيب عدلي، تحية لمخماري سيلفيا، تحية كذلك لكامل محمد علي، تحية للقائد أسامة ناسك، تحية كذلك لهدار فرق، والتحية الكبرى كذلك لكل متابعينا. يعني كنتم قبل قليل مع يعني في حلقة خاصة مع القائد الكشف الإسلامية الجزائرية القائد حمزاوي. الآن أنا ربط الاتصال بالقائدة دينا السومة من أجل الحديث معكم حول هذه الحلقة وكذلك حول الظروف المحيطة بها. إذن سوف أترككم الآن في مباشرة مع القائدة دينا السومة. التقنيات الحديثة مع عبد العزيز السوسي. إذن مساءكم سعيد، مساء الخير قائدة دينا. يسعد مساك قائد عبد العزيز، كيف صحتك؟ والله الحمد لله تمام. وأنت وإبداعاتك على صفحة حدوتة كشفية والتقنيات
التي نفتكرها من وسائل البيت، نحن عاملين زي إعادة التدوير. نعم، وفقط كله من كما نقول من أجل العيون التي لا تنام والتي لا تكل ولا تمل من مشاهدتنا ومشاهدة منصتنا حد تكشفية. يسعد لي مساك، يسعد مسا كل اللي عم بتابعونا، يسعد مسا كل ضيوفنا اللي عم بكونوا معنا على حدوتة كشفية كل يوم. الحقيقة البرنامج ما شاء الله دخلنا بثلاث برامج، كنا ابتدينا بفكرة كانت شوي مهضومة انه نحن بس حابين نتواصل مع الناس، بعدين لقينا انه فعلا كل المنتسبين للحركة الكشفية متشوقين لهيدا الشيء اللي عم بيصير على صفحة حدوتة كشفية. مثل ما بتعرف عبد العزيز، وهو منه سر على حدا، كل أسرة تحرير حدوتة كشفية بتعرف انه هذا البرنامج اعد له وكان مخطط انطلاقه قبل موضوع الكورونا، والكورونا استعجلت فيه وخلتنا ننطلق بسرعة. فتحياتنا لكل ضيوفنا، تحياتنا لكل أسرة التحرير اللي عم تعمل مجهود كتير كبير لحتى يقدر العالم تشوف هيدي الصورة الحلوة بحدوتة كشفية. بنتمنى نكون قدرنا وصلنا لكل قلب، وصلنا لكل بيت، بنتمنى نكون وصلنا المعلومة اللي الناس بتفتقدها. نحن بنطلب من الكل ينقدنا، نقدونا إيجابي سلبي بالطريقة اللي بتلاقوها، نقدونا لنحسن، أي نقد هو مفيد كتير لإلنا. بنتعلم من بعضنا، بنتعلم من أفكاركم، يمكن فكرة صغيرة تقولوا لنا إياها نحن هيك تلمع عنا ونطورها ونكبرها. فتحياتي لك سوسي، مبدعنا الرائع دايما، واللي ابتكر طريقة لحتى نكون كأنه نحن على التلفزيون. فعلا القائدة دينا، فالأحباء والأعزاء في كل ربوع الوطن العربي هم من يعني يجعلوننا نبدع ونفكر في يعني في طرق جديدة من أجل يعني صحيح. التواصل معهم بشكل أكبر. كما ترون أحبائي، فأنا أرتدي الآن منديل المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات، وهذا دليل واحتفالا مني بكافة أطر المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات بمرور تقريبا 74 سنة على تأسيس المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات، وكذلك انطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم لفائدة يعني كافة ضحايا الوباء كورونا. هذا اليوم أعلن الرئيس عزيز الحافظي يعني عن انطلاق هذه الحملة الوطنية في مختلف ربوع وجهات المملكة. فبالتالي تحية لكل أعضاء المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات، وكذلك تحية لكل كشافي الوطن العربي. دينا. أكيد نحن بدنا نحييكم على الخطوة. كلنا اليوم تابعنا مع القائد عزيز حافظي، تابعنا هيدي الحملة المهمة اللي عم بتقوموا فيها. نحن بنحييكم وكل سنة وأنتم بخير، وبنحيي كل قائد كشفي وكل حدا لابس منديل ونزل على الأرض. اليوم كنا مع القائد حمزاوي الحقيقة بمقابلة رائعة، وكان عم بيقدم نصائح كتير حلوة. فعلا نحن برجع بقول انا دائما سننزل وندعم، ولكن سنحافظ على سلامتنا. اكيد قائد دينا، حتى نمر بسرعه الى ضيوفنا الكرام، سوف نبقى مع نشيد انت تعشقينه بشكل الجنون لحد الجنون، وهو نشيد يعني شد الرحال وهيوا معنا. ريتما يعني نستضيف اول ضيوف، ما تقترحين لضيوف هذه الامسيه؟ ضيوفنا اليوم حيكونوا من أهل الدار، حيكونوا من أسرة الجنود الخفاء، خاص اللي هن عم يشتغلوا لما بتكون الناس موجودين بالمقابلات على الشاشة بالبث المباشر. عم بيكون الكل مجند لحتى نتابع ضيوفنا، لحتى ننبههم على أي دروب بيحصل معهم، لحتى نكون عم نعمم على الناس لحتى تقدر تتابعهم وتشوفهم. عم نحاول نوصل الخبر لكل بيت. وبدي اقول لكم شغله مهمه، انه حدوتها كشفيه ما عادت بس انا من زمان كنت اقول انه انا عندي حلم انه الكشاف يوصل لكل بيت، يعني مش بس المطلوب يوصل للكشاف، لانه في اشخاص هن مش كشاف، نحن بهمنا يعرفونا نحن مين ككشاف. مشان هيك ان شاء الله حيكون معنا ضيوف هيدا الاسبوع، حيكون معنا عزام خوري ناشط بمجال كبار السن بلبنان، كان مدير لمؤسسات كبار السن لمدة 42 عام. نحن بنعرف كلياتنا انه هلأ الاشاعات اللي عم تطلع كتير عم بتوتر كبارنا بالسن، وعم بتحاول فعلا تضغط عليهم نفسيا، تضغط على اعصابهم، لحتى نتعرف معه كيف يجب ان
العمل، شو هي الممارسات الأفضل. حيكون معنا أخصائية من لبنان، أخصائية نفسية بمجال اليوغا، السيدة دارين صالح، حتكون معنا موجودة لناخذ معها نصائح شو لازم نعمل، مش بس أثناء فترة كورونا، كيف نتعامل مع أبنائنا، كيف نتعامل معهم بعد فترة كورونا. فإن شاء الله انطرونا بالمزيد والمزيد والمفاجآت دائما مع منصتكم الإعلامية، لحتى نقدر نتعلم، نستفيد، نجيب المعلومة على بيوتهم. القائدة دينا، فقط أعتذر من مشاهدينا الكرام لأنني ربما أقوم يعني بتجريب مجموعة من الأشياء، فال يعني الهاتف يعني مجموعة من الأشياء التي تمر به. فالتحية، أود أن أوجه التحية فقط لمجموعة من التحق بنا: القائدة خاولة من المغرب، القائد عمر الكرد من المغرب، القائد وحبيبي الحازمي أبو مالك، والذي أكيد حيكون ضيف على برامجنا، برامج حدوتة كشفية من المملكة العربية السعودية. تحية كذلك للقائد جوجو أبو يونس، تحية للقائد خليل القحطاني، وتحية لبوتينا رمضان الذي من يلتحق بنا سوريا. الآن. نعم، إذن كافة يعني المنابر، كافة المناطق في بلدنا العربي يتابعون مباشرة عبر منصة حدوثة كشفية. نعتذر مرة أخرى إن كان أي مشكل على مستوى الإنترنت، فأنتم تعرفون أن هذه اللحظة هي لحظة ضغط على كافة الدول العربية. إذن تحية للقائدة والمدربة صحيح. والكوتش مريم باشكور. القائدة دينا، سوف نبقى مع شد الرحال، بعد ذلك سوف نربط أول اتصال أني أنا أتفق. مع متابعينا كذلك مع ضيف هذه الحلقة من برنامج من القلب إلى القلب، دائما عبر منصتكم حدوتة كشفية. حيكون معنا اثنين: قائد عبد العزيز، القائدة رمياء الشافعي من مصر، والقائدة سيلفيا مخامرة من الأردن. حقائب هذا الحبال في الغابة تحلو أيامنا، وإلى العلا تعلو الجبال، وإلى العلا تعلو الجبال. شد نمشي ونمشي وزاد. لا، لميا وسيلفيا عم بيتابعوا على الصفحة، قول لهم يردوا على التليفون. إذن وأنتم تستمعون مشاهدينا، إذن القائدة لمياء والقائدة من القائدة دينا، ننتظر القائدة لمياء أن تجيب على مراسلتنا حتى تكون معنا جاهزة لأجل المرور معنا في هذه المنصة ومنصة حدوتة كشفية. التحية كذلك إلى القائد أيوب العفاني، كذلك إلى القائد الحجوجي عبد الله. إذا دائما على نغمات شد الرحال نحييكم من المغرب، من فاس، ومن طرابلس، من لبنان، من بيروت، عفوا من بيروت. تحية لكم من هذا يعني الإرث التاريخي، بيروت وفاس. نحن بدنا نقول لهم انه يطلبونا، يردوا علينا على الواتساب، هن فاكرين انه نحن بدنا نطلبهم ماسنجر. قائدة لمياء، شكلك الصبايا ردوا علينا. هم بيسمعوك على فكرة قائدة دينا، هم بيسمعوك من المباشر. يا صبايا، ما تنتظروا منا تليفون على الواتساب، ردوا علينا على الواتساب. يعني أول ما كان نشوفوا إذا كان ممكن نستضيف القائد كريم. يلا نتصل بالقائد كريم. والنجم بالليل نعم الصبيح، نشعل نارا وننشد لحما، يهدي لنا النجم أحلى بريق، يهدي لنا النجم أحلى بريق. شد الرحال وهيا معنا. أظن بأن هناك مشكل على مستوى الشبكة. إذن القائد كريم لا يرد، ولكن هناك سيلفيا
سيلفيا صارت معنا فأنت. إذا كذلك القائد كريم يدخل على الخط الآن. القائد كريم معنا على الخط. سيلفيا أنت معنا على الخط أكيد. هات الحقائب هات الكاميرا سيلفيا فتح الكاميرا. وإلى العلا تعلو الجبال وإلى العلا. ورجعنا لكم مرة أخرى مشاهدينا متابعينا في كل مكان متابعي صفحة حدوتك شفية دائما في هذا البث المباشر الخاص والحصري عبر برنامج من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب ودائما مع عبد العزيز وادينا من فاس وبيروت من المغرب ولبنان ومباشرة من مدينة تمارا من العاصمة الرباط ينضم إلينا القائد كريم شرقي محسن المدير التنفيذي للجامعة الوطنية كشف المغربية وكذلك عضو اللجنة خدمة وتنمية المجتمع. لو أمكن القائدة لك نمر إلى القائدة سيلفيا لو كان ممكن لنمر إلى هذا البث المباشر. إذن القائدة دينا كذلك غادرتنا سوف نعود الاتصال بالقائدة دينا. أظن بأن هناك مشكل على مستوى الشبكة. إذن سوف نقوم بالاتصال بالقائدة دينا السوما من أجل التواجد معنا في هذا البث المباشر. نعتذر دائما لكم متابعينا على مشكل الشبكة التي دائما يعني ما تتركنا في هذا المأزق. عودة إلى نبقى مع بعض الأغاني وبعض الأناشيد التي سوف نغني بها هذا الحوار. بعد ذلك نمر إلى القائدي العزيزين القائدة دينا السومة والقائد كريم شرقي محسن من الأناشيد كذلك التي أحبها يعني بكل صراحة. نشيد نحن الشباب والذي سوف نقدمه لكم هدية أحبائي ومتابعينا في كل مكان في هذا الأمسية الليلية يعني دائما عبر منصة حدوتة كشفية. أظن بأن هناك مشكل على مستوى الشبكة سوف نقوم بإصلاح هذا يعني نجري الاتصال مرة أخرى بالقائدين العزيزين دينا السومة والقائد كريم شرقي محسن. نعود مرة أخرى إلى الإهداءات ريتما يعني إذن تحية للقائد عبد الله الحجوي تحية من إيطاليا. إذن تحية لك من إيطاليا ناصر. إذن تحية لكم متابعينا أينما كنتم. أظن بأن هناك مشكل على مستوى الشبكة سوف نحاول تخطي هذه الأزمة إن شاء الله بإذن الله. يا قائدة دينا إذن إذا كنت تسمعني القائدة دينا وكذلك القائد كريم ممكن أنهم يخرجوا يقطعوا أو يسكروا الاتصال الواتساب عشان يعني لنقوم بالاتصال بهم مرة أخرى ويدخلوا معنا مباشرة على خط هذا يعني خط التواصل مباشرة عبر صفحة ومنصة حدوتة كشفية. لأننا دائما أتصل بالقائدة دينا السومة. القائدة دينا السومة سوف نعود الاتصال احنا الأربعة. إذا كان ممكن القائدة دينا سوف نتصل فردا حتى نتمكن أو تكون هناك تخفيف فقط على الشبكة حتى يمكننا التواصل مع كافة الأحباب والأصدقاء. إذا هل نقوم بالاتصال بالقائد كريم أم بالقائدة سيلفيا؟ يلا نتصل بالقائد كريم كونه جاهز. أوكي يلا نتصل بالقائد كريم ثم القائدة سيلفيا مباشرة عبر منصة حدوتة كشفية
ودائما سوف الاستماع إلى أغنية نحن الشباب ونشيد نحن الشباب، النشيد الرائع والجميل، وسوف نبقى مع هذا البث المباشر دائما من منصة حدوتة كشفية. وتحية لفوج الوفاء بالجزائر، تحية دائما للقائد حمزة الهدري، القائد ناصر تفتاح. إذن العودة إلى البث المباشر ومعنا ظهر القائد كريم. نعم نعم نعم، والقائد بإطلالته البهية ظهر أحد أعمدة حدوتة كشفية. نعم. الكوتش الرائع الراقي كريم شركي محسن. إذن مساء الخير كريم، مساء الخير دينا. شكرا لك. يعني القائد كريم، ربما سوف أترك لك دينا لتهريك أسئلة. قائد كريم، الحقيقة نحن عم نتابعك وعم نتابعك وعم نتابعك منذ أشهر، وأنت ما شاء الله يعني لا تهدأ كالدينامو. نحن عنا منقول بلبنان مثل الدينامو، لا تهدأ دايما بهدف التوعية، من تلفزيون إلى محطة إلى دورة تدريبية، دايما لحتى توصل المعلومة للناس. من بعد ما أنت شايف هالخلية النشطة اللي هلأ صارت بهيدي الفترة بسبب كورونا، قلنا عنها. هل وصل صوتي إليك قائد كريم؟ والله ما سمعتش كثير، سمعت حاجات باختصار. قائد كريم، يعني ربما سوف أعيد سؤال قائدتنا. جاوبنا على سمعته. يعني قالت ربما تواجدك ديالك بكثرة على الوطن العربي كله قاعد على الانترنت هيدي الفترة. انا عم اقول لك انا ما سمعتش دينا. تفضل. عم اقول لك انا انه انت ما شاء الله عندك كدينامو لا تهدأ في مجال التدريب وتوصيل المعرفة والتوعية. شو رأيك باللي عم بيصير هلأ على حدوتة كشفية من الأشخاص اللي عم تطلع من نخب القيادات من الأخصائيين، وما هي توجيهاتك لنا بهيدي المرحلة؟ والله في البداية شكرا لك دينا. الوطن العربي كله ممنون لك على هذه البادرة وعلى الجميلة لسببين. السبب الأول هو أن تتحقق فرصة لأكبر عدد من القادة أنهم يكونوا حاضرين عبر هذه المنصة الجميلة، اللي هي طبعا منصة خدماتية اجتماعية بشكل أكبر. والسبب الثاني هو أننا نحس بأننا حقيقة، وخا أننا متفرقين وكل واحد في المنزل دياله، ولكن عن طريق حدوتنا نحس بكل شيء قريب. فأنا غير على بعد ساعات قليلة كنت نتبع مثلا القائد الحمداوي عبد الرحمن مثلا، والله تنحك به كأنني كنت معه البارحة. أنا هذه تقريبا شهر ونص كنت في الجزائر، وتنحك بأننا ما فرقناش بس الحسنات ديال حد الفشية فرصان. شوفوا هذا العرب كلهم في حلة أنقى، ونشوفهم في وضع مختلف في المنازل ديالهم، ولكن في وضع اللي فيه حنا أنه الحمد لله العلاقة داخل الحركة الفشية ربما هي أقوى من المؤسسات. ربما يجي واحد الوقت ربما لدرجة لأسباب من الأسباب ما يبقاش كل واحد فينا في واحد المؤسسة معينة ولا في واحد لجنة معينة في منصب معين. العلاقات عمرها ما تموت، العلاقات ديما تستمر وديما إن شاء الله ناجحة. فنشكرك مرة أخرى ونبقاو دائما نقول على هذه يعني هذه النافذة الجميلة اللي تنطلعوا منها، واللي يوميا يوميا حدثك فيها ما نشوفوش الجديد وما نشوفوش الأخبار ديال القيادات ديالنا أكثر. غير بين قوسين، أنا تكلمت مع القائد الآخر وأنا وياه في لجنة ديال تنمية المجتمع، فقلت له تنشوف في حدثك فيها أكثر ما تنشوف في اللجنة، تنتلقاو في حدثك فيها أكثر ما تنتلقاو في اجتماع اللجنة. كل اجتماع لجنة تنمية المجتمع عبر 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 حدوتك والناس كلها تشارككم الافكار وتعطيكم الافكار وتوصل لكم الامور.
نحن بنفتخر بمروركم الدائم. القائد كريم، ربما سؤال مباشر لك، ما يعني انت يعني من المشرفين وكذلك من رواد هذه المنصه، منصه حد تكشفيه، ماذا سوف تقدم لنا كطبق شهي من اجل الاستمتاع في حلقتك المقبله دائما عبر منصه حد تكشفيه؟ والله في فوق هي فيها، لكن حقيقة فيها واحد طابع اجتماعي عجيب جدا، والدليل هو أنه وهذا الطابع اللي فيها أنا من الأشياء اللي نزلت فيها منذ مدة، وكما تنكون في أي مناسبة طبية أو وطنية تنقل لهم القائد الاجتماعي أو لم القائد الشيء كثير من الأحيان مجموعة من القادة يعتبروا تقدم لحظة حقيقة للجانب الاجتماعي يكون أقوى، لأن الحركة الشبية واحد الامتداد لواحد العمل اللي فيه الخير وفيه مجموعة من الأشياء، لكن العلاقة أنه كل ما كانت أقوى كل ما تتحكم على طبيعة الحركة الشبية. ما نطوروش مثلا مجموعة مجموعين ولا معينة بينتهم علاقة اجتماعية ونشأة شوية، مستحيل تكون بعد بينتهم العلاقة، تكون بينتهم الحب والتقدير ومن بعد غادي نشوفك شويه. مشات الموضوع هذا من الناس الاغلبيه جالسين في المنازل ما نفوش على القائد كان وراء اسره ما نضمش عندنا دائما، فغادي نقدموا موضوع على تدبير العلاقات داخل الاسره، وغنتكلموا على مناهضه العنف، لان في بعض الاحيان كيكون العنف واحد النتيجه ديال قتل المدبر، يعني ما تلقوا ولا شيء ما نديروا في المنزل، تنحكوا في بعض بيننا، يمكن يكون بيناتنا واحد الكلام معين، واحد الموضوع ان شاء الله غادي يكون مهم بزاف اللي غادي من خلاله غادي نقدم واحد الطبق اللي يكون شيء ان شاء الله باذن الله. ننتظرك بحماس قائد كريم. شكرا قيد كريم، كل فرح. الله شكرا قيد كريم، نورتي منصة حد تكشفية، دائما تنور كافة البلاطوهات التي كتكون فيها وتحل فيها ضيفا عزيزا يعني وخفيف الظل كذلك. تحية لك قيد كريم، وتحية لكل أعضاء المنظمة المغربية كشافة المرشدات في هذا اليوم الذي يحتفلون به يعني بالحملة الوطنية للتبرع تبرع بالدم. اكيد قائد كريم بان ما تنسمعكش قائد عزيز، ما تنسمعكش اكيد النت يضعف يا سوسي، النت يضعف. اكيد اذا فقط انا بغيت نحيي القائد كريم ومن خلاله كافه يعني الاخوه في المنظمه. تبارك الله عليك، شكرا جزيلا لك، ننتظرك ان شاء الله في فرصه قادمه باذن الله، ودائما تذكرنا بالموعد قائد دينا. امتى الموعد القائد كريم؟ إن شاء الله حيكون اللقاء الكريم معنا نهار الجمعة على ما أعتقد إن شاء الله، ولا الخميس. الخميس سامحوني على كثر المواعيد اللي تلخبطت عليه. إذا القائد كريم ننتظرك إن شاء الله يوم الخميس دائما في القائد الاجتماعي، هذا الموضوع الذي أعشقه أحييك عليه. إلى اللقاء. شكرا لكم، مع السلامة. شكرا لك. إذن دينا اختار ضيف يا رب يكون موجود معي على ال أجرب أطلبه هلأ، مفاجأة. أنا ما حقله أصلاً، ما قلت له أنه أنا بدي أطلبه أساساً، بس هو أحد خلايا النحل التي تعمل بجد واجتهاد بالحركة الكشفية. رب يكون معنا إن شاء الله القائدة دينا، وربما المشاهدين الآن هم يستمعون إلى رائعة أمازيغية مغربية بعنوان إناس إناس للراحل محمد أرويشة من الفولكلور المغربي الرائع. أكيد أن مجموعة من الفرق العالمية قامت باستنساخها وكذلك بترديدها رائعة محمد أرويشة إناس إناس، مهداة إلى كافة الوطن العربي، كافة قيادات حدوتة كشفية. غني تقلي
غني وحيد. سيلفيا انت معنا. اهلا. ظهرت سيلفيا اخيرا. إذن مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، دائما في هذه الجلسة ودائما عبر برنامج من القلب إلى القلب عبر منصتكم، منصتنا جميعا، منصة حدوتة كشفية، نجدد التحية إلى القائدة الرائعة، القائدة دينا، التي دائما تساعدني ويعني تقوم بتنشيط هذه الحلقة، والتي أنا يعني أفتخر بتواجدها معي، ودائما نستحضر ذكريات الإذاعة الرقمية في الباراجمهوري العربي الأول. الآن ضيفتنا جديدة، ضيفة منصة حدوتة كشفية، القائدة سيلفيا، وسوف نتعرف على هذه القائدة الرائعة مباشرة عبر منصة حدوتة كشفية وبرنامج من القلب إلى القلب. إليكم القائدة سيلفيا، ودائما مع القائدة دينا السومة. سيلفيا أهلا أهلا. القائدة سيلفيا من أبطال حدوتة كشفية، من القائدات الشابة النشيطة الطموحة اللي عندها حلم وعندها هدف. نحن سيلفيا بدنا نشكرك من كل قلبنا على كل المجهودات اللي عم تقدميها من كل قلبي لتطوعك الرائع لخدمة الحركة الكشفية. سيلفيا من الأردن، يعني أنا طبعا بكون مصرة بحق الفريق البطل اللي عم يشتغل معنا هلأ، القائد خنيم كان عم بحيينا، القائد خنيم من السعودية. بدي اقول لك انك انت من ابطال صفحة حدوتة كشفية، يعطيك الف عافية. القائدة لميا، كل القيادات اللي ان شاء الله حنستضيف قد ما بنقدر ان شاء الله بكل حلقة حيكون معنا حدا من القيادات، لانه هيدي الصفحة قائمة على جنود قلب الى القلب. بدنا نقول لكم انه نحن بنحبكم كثير وشكرا لكم. شكرا قائد على هذا الحكي الحلو عن جد، يعني وانا تشرفت بمعرفتك، من اطيب الناس اللي عرفتها في حياتي، وبحيي على قائد عبد العزيز وتشرفت بمعرفتك عن جد. يعطيكم العافيه على هاي الجهود اللي عم تبذلوها بحدوته كشفيه، اللي وصلت الصفحه هاي لكل بيت ولكل واحد كشفي، وعن جد وصلته. بحب احييك وشكرا لكم كثير على هاي الجهود عن جد. نبذلها يا سيلفيا، نبذلها. الله يسعدك. طيب سيلفيا، بدنا هيك منك كلمتين على السريع قبل ما نطلب القائد لميا. انت هيدي يمكن اول تجربة لك بتخضيها بهيدا المجال، شو احساسك وقديش حاسة انت بالحماس، وقدي ممكن تشجع الشباب اللي هن بعمرك انه يتحمسوا ويتطوعوا بهيك امور، وقدي بتشوفيها مفيدة، وقدي انت عم بتلاقي حالك بهيدا المكان؟ يعني عن جد التجربة اللي أعطتيني إياها قائدة دينا ما كنت عم بتخيلها من زمان، يعني إجت لي وفرحتيني فيها. وعن جد بدعي كل حدا متطوع وبحب التطوع، وخصوصا إنه الكشافة بتفتح باب تطوع لكل حدا وبتخليه يشتغل وين ما كان، وين ما كان عن جد يعطي من كل قلبه. فعن جد بشكرك على هاي الخبرة اللي أعطتيني إياها، خبرة كتير حلوة وجديدة علي، وكتير عم بنبسط فيها، وعم بتعرف عليها ناس يعني من كل أنحاء العالم. عن جد تجربة كتير حلوة، وشكرا لك قائدة. حبيبتي نحن كثير مبسوطين وفخورين فيكي. عبد العزيز الميكرو إلك. الله يسعدك. أكيد شكرا القائدة دينا، شكرا القائدة سيلفيا. أكيد أن أهلنا بالأردن يعني ما شاء الله عليهم، يعني معروفين بهمامهم، معروفين. بسمع ما تسمعيش؟ ألو سيلفيا؟ سوري قائد عبد العزيز، بسمع. سمعاني؟ الصوت عندك عم بيروح، يعني مشكلة النت. بتكون تسامحونا، العالم كله قاعدة على الانترنت هلا، مش بس يعني الساعة 7، يعني الساعة 7:30، يعني الكل هنا في المغرب الحجري يبتدي الساعة 8، الساعة 6، يعني أكيد الإنسان يقوم يصلي خلاص، يعني يقعد على النت يشوف العالم شو يصرى فيه.
فاذا كان تسمعني القائده سيلفيا فتحيه يعني من المغرب الى الاخوه في الاردن، اكيد يعني تشرفنا بمعرفه القائده سيلفيا، والاكيد اننا يعني ربما تنضاف الى قائمه الاصدقاء والقيادات التي نتشرف بمعرفتها في الاردن، فتحيه منا من المغرب الى كافه القيادات بالاردن. ربما لا اريد ان اذكر الاسماء فهم حبايبنا كثير يعني كثر، فاخاف ان يسقط اي اسم سهوا، فتحيه لهم يعني من المغرب الى يعني الى الاردن. الو أكيد. شكرا لك سيلفيا، نحن ما فيك نغادرك، بدك انت تغادرينا وتقولي لنا باي. شكرا من عندك، باي باي، وتحيه لك سيلفيا وكل اللي عم يحضرون. انبسطنا فيك، باي. أنا لحتى أقدر أطلع معك بعمل مفاوضات سلام أنا وبنتي، لأن هي بتكون قاعدة وفاتحة اليوتيوب وفاتحة على تيك توك وما بعرف شو، فبيكون النت كتير أكيد. ضعيف أكيد. فبعمل مفاوضات سلام أنا وهي لحتى تترك لي النت شوي لحتى أقدر أطلع أنا وياك. أكيد أكيد قائدة دينا، فيعني نفس الإشكال يعني عندنا هنا كذلك في المغرب يعني، فهذه اللحظة أطلب من ذكرى ومن أم ذكرى بأن يعني سكروا كافة الاتصالات فقط، ويتركوا لي المجال فقط لل يعني للعمل والبث المباشر لنصف الساعة إن شاء الله. يعني هذه إشكالية يعني عالمية. نبقى مع هذه الموسيقى ريثما نربط الاتصال بضيفنا الجديد دائما عبر منصة حدوتة كشفية وبرنامجكم من القلب إلى القلب مع القائد عبد العزيز والقائدة دينا السومة. لميا ظهرت. كنت متهنئا في الاستماع لهذه الاغنيه، لا باس نقراو بعض التعليقات الخاصه ب يعني منصه حدوته الكشفيه. اذا القائده لاميا نحن ننتظرك على منصه الواتساب من اجل حضورك ضيفه عزيزه علينا في هذا اللقاء. إذا تحية كذلك للقائدة سمية أحمد، تحية كذلك للقائد نور الدين المعلم من مدينة صفرو بالمغرب، تحية كذلك للقائد إحسان السمري من الولايات المتحدة الأمريكية. الله يبارك فيك لاله مريم، شكرا. كتحييك القائدة مريم، كتحيي ذكرى، شكرا. فنحن دائما في انتظار القائدة لمياء من أجل التواصل معها في هذه الحصة من برنامج. يبدو أن المصدر أبدا بأنه نتصل فيها. ممكن نشوف أحد القيادات كذلك. يلا يعني حنشوف الاتصال بالقائدة. يلا نشوفوا القائدة مريم. ثواني أنا بطلب حدا. أوكي. ظهر أسامة، قائد أسامة المغرب. تحياتي لنا. تحيا. تحية سي عبد العزيز. الله يبارك فيك.
إذن مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مرحبا بكم معنا مرة أخرى دائما في هذا البث المباشر الخاص من برنامج من القلب إلى القلب الذي يعده قدم عبد العزيز العلوي الصوصي بمساعدة ودائما برفقة القائدة الرائعة والنشطة والنحلة النشيطة القائدة دينا السومة مديرة موقع وصفحة حدوتة كشفية. ينضم إلينا من المغرب ضيف عزيز على حدوتة كشفية ومراسل مكتب المغرب القائد كذلك القائد أريدك تقديمه القائد دينا. ينضم إلينا القائد معنا القائد أسامة من المغرب، من الأشخاص اللي من أول من طلعت حدوتة كشفية بيومها الأول كان موجود معنا، من الأشخاص المتحمسين جدا للعمل الكشفي. قائد أسامة خبرنا عن تجربتك معنا بحدوتة. هو فقط إذا كان ممكن القائد أسامة لو ممكن اللابتوب ممكن يعني تخفض صوت اللابتوب. أنا سكتو صافي مزيان. برافو. شكرا القائدة دينا. صراحة أنا فرحان بزاف بالعمل معك. أي حاجة تنديروها في الصفحة حدوتة كشفية راه كنديروها بكل حب، يعني بكل فرح، يعني ما مرغومينش على نديروا شي حاجة. احنا كنديروا شي حاجة كنبغيوها وداك الشيء باش الحمد لله الصفحة هي ماشية وكت المشتركين في الصفحة كيكثر نهار على نهار، وهذا دليل على العمل الكبير اللي كتقوم به الأسرة ديال حدوتة كشفية. الميكرو إلك قائد عبد العزيز. نعم القائد دينا، إذن كشرفنا تواجد القائد أسامة ناسيك، ربما هو قريب لي، هو كذلك موجود في مدينة فاس. فهذا يعني الإحساس آخر، ولكن ربما ظروف الحجر الصحي لا تجعلنا أننا نتواصل بشكل مباشر، ولكن الحمد لله أنا من نرى القائد أسامة ناسيك مباشرة عبر هذا الموقع. القائد أسامة نعم أكيد أكيد عبد العزيز عم بقطع مع الأسف. لا يعني الحديث إن كان صوتي لا يسمع لأن أشتغل يعني بثلاث مستقبلات للواي فاي، فبالتالي هناك إجهاد على مستوى يعني الشبكة. جيب الراوتر حطه فوق مطرح ما أنت قاعد. لا ما هو موجود للأسف. إذا أترك لك الحديث قائدة دينا، ممكن أن تواصل الحديث مع أسامة. طب سأواصل الحديث أنا عنك عبد العزيز لغاية ما يعود البث من عندك. الحقيقة أنا بس حبيت أنه نحن يطلع معنا أسامة، مثل ما قلت أنه هيدي الصفحة أو هيدي المنصة، لأنها هي مش مجرد صفحة، هي منصة ومنبر لكل الأشخاص لحتى يقدروا يعبروا عن ذاته. نحن مثل ما قلنا هي صوت مش بس الكشاف، هي صوت كل متطوع يعشق العمل التطوعي في أي مجال كان. نحن حبينا أنه نتعرف على جنود خفاء هذه الصفحة، يمكن هني بس بيقروا أسمائكم على الصفحة بس ما بيعرفوكم، فحبينا بس نقول لكل المتابعين معنا هؤلاء هم جنود حدوتة كشفية. أنا أسامة الدائم وعلى تلبيتك، والحقيقة ما في مرة أنا بعت شغلي طلبتها من أسرة التحرير إلا ما كان الكل يقول لي أنه أنا حاضر، كانوا يتسوقون على العمل التطوعي، وأنا بدي أشكركم من كل قلبي. عملنا معك شرفينا قائدة دينا، وكنشكروك حتى احنا بالدور ديالنا. كنشكروك بزاف على انك منحتينا هذه الفرصه هذه اننا باش نوصلوا الاخبار ديال كل واحد كيوصل الاخبار ديال بلادو، وكنتعرفوا على اخبار ديال البلدان الاخرى، وهذا هو الفضل الكبير ديال المنصه ديال حدوتة كشفية. شكرا لك قائد اسامه. شكرا. حدوتة كشفية صارت حديث كافه يعني القيادات العربية، أليس كذلك قيادة دينا؟ عبد العزيز ما سمعتك شو قلت، بس بما أنه الاتصال عم بيكون كتير ضعيف اليوم، إن شاء الله مراسلين كلياتهم أسرة التحرير إن شاء الله حيكون كل واحد فيهم له
حلقة بث مباشر خاصة لحتى يحكي فيها تجربته بحدوتة كشفية. انطرونا بكتير برامج، أنا بدي أقول لكل اللي عم بيتابعونا مفاجآتنا بعد ما خلصت أبداً، مفاجآتنا ما خلصت أبداً، بعد في كتير أشياء عنا، على قولة المصريين يا ما في الجراب يا حاول. صحيح. هل عاد فأنا صوتي بس مرة بدي أخرى أسأل. ولا لا؟ لا لا، عاد صوتك، نحن سامعينك. الحمد لله. بس أنا بدي أقول شغلة بس، من بعض القيادات اللي بحبهم كتير ودائما كان في بعض الملاحظات إنه يمكن الكاميرا لما عم تحكوا منا ظابطة، الصوت عم بقطع، إنه حتى بنشرات الأخبار بأيامنا هيدي ما عاد في الرسميات اللي عم بتكون، يعني حتى هلأ بتلاقي بعض الدول صارت نشرة الأخبار اثنين قاعدين عم يحكوا مع بعض، مش بس عم يتوجهوا للكاميرا وللجمهور. فيمكن حدوتة كشفية أخذ طابع شوي من مش شوي حد حد حدوتة كشفية هي من القلب إلى القلب، فسامحونا شوي إذا ما كنا عم نمشي على طريق اللي يمكن اللي بتتوقعوه منا، إنه نحن مش نشرة أخبار، نحن كلياتنا اللي عم نطلع طالعين نوصل رسالة لأخوتنا، مثل كأنه قاعدين نحن وياكم نلتقي، بنكون قاعدين عم نتحدث ونتآمر مع بعض، هذا هو هدفنا من البث المباشر اللي نحن عم نعمله. تحسوا انه نحن قاعدين نحن وياكم على طاولة مستديرة بقاعة تدريب، بلقاء، بفسحة، بفسحة. هذا هو الهدف من حدوتة كشفية. فعلا القائدة دينا، يعني ربما كل الكلام الذي قلته هو صحيح. نعتذر مرة أخرى لمشاهدينا لمتابعينا ربما على رداءة النت، ولكن يعني هذا حال الوضع في هذه الأوقات. نتمنى أن نعيد برمجة يعني مجموعة من البرامج، يعني تلقى متابعة وإقبال أكبر. أكيد أن مفاجآت حدوتك كشفية متواصلة، وإن شاء الله يعني مستقبلا كنت أشتغل أنا والقائدة دينا على يعني المرور في محطة ثانية لن نكشف عليها الآن، إلى غاية ربما يعني تنفيذها بشكل واضح. كذلك سوف نعمل على تطوير هذا يعني الطلعات الخاصة والمرور الخاص بكافة القيادات مباشرة في مصر حتى تكشفها لكي يصير أكثر احترافية. نحن نشتغل على هذا المجال يعني، ودائما نبحث عن الجديد. للأسف للأسف يعني ربما وقت الحلقة يأخذنا إلى النهاية. هل هناك من ضيف، أو ربما نختم الحلقة قيد دينا؟ قائدة دينا هل تسمعيني؟ نحن يعني كنا بنتمنى نبقى معكم للصبح، بس النت مش عم بيساعدنا، بدكم تسامحونا. فبس نحن بدنا نقول لكم شغلة، دايما تابعونا، كونوا معنا كتار، المفاجآت ما بتخلى من عنا، انطرونا إن شاء الله بعد بضيوف أكثر. مثل ما أنتم شايفين صار عنا 3 برامج عم بيكون الساعة 5 بتوقيت بيروت، اللي هو الساعة 2 بتوقيت جرينتش، اللي هو 3 بتوقيت المغرب، 4 بتوقيت القاهرة، عم بيكون عنا برامج مع فنجان، على فنجان قهوة، على فنجان شاي مع حدوتة كشفية. انطرونا، عم بيكون معنا امتيات حدوتة كشفية، وعم بيكون معنا سهرات حدوتة كشفية، وفجأة طلع لنا حدا ممكن نطلع بحلقة خاصة ومفاجأة خاصة، فانتظرونا. إن شاء الله القائدة دينا، أتمنى أن يكون الصوت مسموع جدا على منصة حدوتة كشفية. شكرا لك القائدة دينا، سوف أترك مشاهدينا ومتابعينا دائما ككل حلقة مع حلمنا العربي، ودائما الأغنية الرائعة التي لها 20 سنة من التداول، أغنية. إلى اللقاء مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تصبحوا على خير. اليوم الاثنين المقبل في ساعة سوف يتم تحديدها حتى يكون النت يعني بأكثر قوة على الشبكة. تحياتي إليكم. إن شاء الله تصبحوا على خير.
صوب على عمرنا أجيال وراء أجيال، حتى عيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. كايف ظلام الليل يبعدنا يوم النما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. كايف ظلام الليل يبعدنا يوم النما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. حلمنا طول عمرنا حضن جندنا مادام تحقيقه مباح، والليل لو صار طويل أكيد من بعده صباح. الحلم ما هو مستحيل مادام تحقيقه مباح، والليل لو صار طويل أكيد من بعده صباح. قول أنت بكل ما فيك إن كان لك ولا عليك، حاول جرب وبتوصل شرف التجربة يكفيك. قول انت بكل ما فيك ان كان لك ولا عليك، حاول جرب وبتوصل شرف التجربة يكفيك. كايف ظلام الليل يبعدنا يوم النما يكبر شعاع